مخترع التليفون. ألكسندر جراهام بيل عنده مشكلة، قاعد سنوات يشتغل على التليفون، ذبذبات في السلك، ما تعدى الحجرة اللي جنبه. طيب أخوه في كاليفورنيا بيتكلمه، هو في الساحل الشرقي، آلاف الأميال تفصلهم. حاول حاول ما قدر. في يوم من الأيام قرر إنه يرتاح، وهو طالع بالقطار، كانت على هو طالع في المشاهد، شاف محطة تبديل خيول، يعني الناس تنتقلون بالخيول، وبالتالي يتعب الخيل فيصل الخن هذا ياخذون بداله، النزل يا ما ياخذ بداله، هذا طبعا هو اكثر شيء يبدل ياخذ بداله، او انه ينام في نزل صغير فيريح ويريح الحصان وياخذه. فهنا فك البرقش طلعت عنده فكره محطات التوصيل والتوزيع، فاستطاع ان يكلم اخيه فيه في لحظه. كل شيء في لحظه، بس ان تركز على اللحظات. الدنيا شلالات من الفرص، الدنيا ملايين من الفرص، بشرط واحد انك تنتبه. الاجمل انها مثل نهر الجاري، ما يفوتك شيء لان القادم دائما اكثر.